ايه الاخبار يا حلو؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم فيديو النهارده بكافيست منبه. النهارده هنكمل مع بعض لعبه البورصه اللي هي غالبا النهارده هيكون اخر فيديو، فخلينا نجيب اللعبه وابدا ننبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل ده كان بيقول لي ان هم الهاكرز، ها، بيقول لي احنا مراقبينكم، واه انت مقبوض عليك عشان عامل جرائم كتير معظمها عباره عن حاجات انت عملتها في اخر كام يوم. انت كنت بتفكر في ايه؟ ما تقوليش ان don't tell me somebody in one of your foolish little context. بيقول لي ما تقوليش ان حد خدعك. لحظة واحدة، هو ده معناه ان صديقي الصدوق كان بيضحك عليا لما قال احنا مش متراقبين؟ بيقول لي ممكن نروح. انا اتقبض عليا. يا نهار ابيض، دي ده محامي صح؟ ولا ده ايه ده؟ انا مش مسموح لي اعمل اي حاجة واكلمك غير لما اقول لك ان اللابتوب اللي قدامك ده هو المحامي بتاعك، اوكي؟ اعتبره بريفيو. بيقول لي هو ده مدى اهتمام الشركة بيك. هو ليه كل شركات التكنولوجيا دي دايما اسمها غريبه؟ قصده عشان اسمها فاريوس. عامه يعني دوس على الزرار مكتوب عليه اجري. اجري ايه يا اسطى؟ استنى، مكتوب ايه؟ اوث انتلكتشوال ياجل. في كلام غلط مكتوب. انا المفروض اقرا الكلام ده ولا ايه؟ مش هقراه يا عم. يلا، اصل ما عنديش رفض فموافق. احبسوني بعد 10 دقايق، انت هنديك عشان تقف قدام المحكمة عشان تدافع عن نفسك. بس انا عارف انت مش هتعرف تدافع عن نفسك. محامي فاريوس ما عندهمش حاجة يدافعوا عنك بيها. يا الهي، انت ما عندكش اي طريقة دفاع. ماشي، مالكش اي طريقة دفاع. وانت يعني سمكه حلوه تنفع للآلية. قصده يعني ان انا لو يعني دخلوني السجن دي حاجه كويسه للحكومه. ماشي، لو انت مش عايز تشتغل معانا انت هتتحبس. اوكي، بيقول لي او عامه هتتحبس في السجن مدى حياتك يعني، بس في ناس يستاهلوا ان هم يقعوا اكتر منك. ماشي، وانت عارف انا بتكلم عن مين. عيله ذا ميلرز، اصحاب المكان، الاسم اللي تحت الاسم. قصده على البنت اللي بتسلم علينا كل مره ما بنخش المكتب اللي هي الريسبشنست. دي واحده من الميلرز. اوكي، the more you make the closer you get to them you get it's the only. اوكي، بيقول لي كل ما تعمل فلوس اكتر كل ما تقرب منهم اكتر. اوكي، انت ممكن تمشي من هنا النهارده وتروح تشتغل في فاريوس تاني كأنه مفيش حاجه حصلت، واحنا هنعمل محاكمه زائفه ليك، وانا هعمل اللي اقدر عليه عشان نتعامل مع المخالفه اللي عليك، بس انت هتبقى عباره عن متحري تحت ال يعني اندر كفر يعني لينا. ده مش نقاش، او يعني مش بتناقش معاك يعني. انت ممكن تساعدنا او تخش سجن، هتعمل ايه؟ هل عايز تساعد الحكومه؟ خش السجن ولا ساعد الحكومه؟ هساعد الحكومه. Do you want to cooperate? Yes. انا كنت متاكد انت تقول كده. رؤسائي كانوا متاكدين انت ترفض، بس انا كنت عارف ان انت الشخص اللي ممكن يعمل اي حاجه عشان يفضل يعيش حلمه. قصدي ان انا افضل غني وبتاع. طيب، كل حاجه بتاعتك. The things that will happen, the war, the pain, the suffering, it's not even real to you anyways. بيقول لي كل الحروب اللي انت تسببت فيها والمظاهرات والكلام ده بالنسبه لك ولا حاجه اصلا. انا عارف. You still have to go through the trial. اوكي، بيقول لي عشان المنظر بس لازم تخش المحاكمه وبتاع وكده. Won't be too different from what people like you expect. اوكي، ماشي. بيقول لي انت كده كده اكيد ما كنتش تتوقع تخش السجن عشان انت عارف ان كل حاجه بتمشي بطريقه فاسده. ماشي. Once a week you'll pick up the phone, a voice will ask you a few questions and then. اوكي، بيقول لي كل اسبوع هترد على التليفون وفي صوت هيسالك كام سؤال وخلاص. ماشي. Just you sitting there. اوكي. بيقول لي جه الوقت ان انت تمشي. اوكي، يعني من الاخر يعني المفروض انا اشتغل مع الحكومه. فدي المحاكمه بتاعتي يا جماعه. اوكي، سيادة القاضي، انا عايز اعتذر لكم على العزم من شويه ده. موشنز فايل غصب. اوكي، جاز بيك اني فردر اتمت تو ادمنشن ابستراكت. اوكي، بيقول اي حد يقف قدام العداله تاني هيتحط في السجن. تقريبا حد كان بيقطعه وبتاع. اوكي، دي المحاميه بتاعتي المفروض يعني، او الكونسل بتاعتي. جود بيكوز ذا ميديا اتنشن سراوندينج ذيز ايفنتس. اوكي، we are now prepared to proceed the prosecution has called the vice president to testify. انا الفايس بريزيدنت ولا ده؟
اوكي انا فايس بريزيدنت، انا نائب رئيس، صحيح نائب رئيس الشركه. فالراجل ده بيكلمني بيقول لي انت كنت جاي وخلال الشهور الاخيره انت عملت فلوس كويسه قوي بمعلومات جبتها من الدارك ويب من خلال اداه، وكان عندك معلومات المفروض ما تعملهاش، هل تتفق معانا؟ I invoke my right to not respond on the advice of a counsel that I might incriminate myself. اوكي اعمل ايه؟ اعترف ولا لا؟ هل انت معترف بده؟ اختار الاختيار الغريب الصعب ده، اختار الاختيار الغريب الصعب. بسبب استخدامك للمعلومات الغريبة دي سوق القهوة باص خالص، انت فاهم اللي حصل ده؟ انت فاهم ان انت السبب؟ هقول له برضو لا مش هرد، الكاونسل بتاعتي اللي ترد عليك. يقول لي انت اتحكمت في سوق الغاز وسوق الكهرباء وسببت في وقوعه وعائلات كتيره ما كانش عندها الحاجات دي، هل تنكر ده؟ انا مش هرد، انا كل حاجه اختار اخر اختيار، هنشوف هيحصل ايه. بيقول انت سبب الحرب الاهليه، انت عارف ان انت عملت كل ده عشان مصلحتك الشخصيه؟ برضو مش هرد. اوكي بتقول له اعترض يا سيادة القاضي، مفيش حد فينا هنا جاي يطلع الـ يعني صوت الضمير من السوق الحر، الحاجات دي ممكن تكون حصلت بغض النظر عن اللي احنا كنا بنعمله. اوكي اوكي هو وافق معاها، يعني هو كويس ما رضيتش، هو اتفق معاها قال لها انت عندك حق. اوكي ماشي، انا عايز ميه، انا بتوترت والله. اوكي employee was over I need to cooperate with the government. بيقولوا ان انا كنت قلت للحكومه ان انا هساعدهم وما ساعدتهمش. بيقول القاضي بيقول انا مش هسمح بالسيرك اللي بيحصل قدامي ده. ايه ده لحظه، هو انا لحظه واحده، هو انا هتسجن ولا ايه؟ في ايه؟ بيقول لي انت مذنب. اوكي اوه مش هتسجن، هيخصموا مني فلوس. اوكي لحظه، هو المفروض هياخدوا كل ممتلكاتي و100% من 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 النت وورث بتاعي اللي هو كام؟ اوكي لحظه، يعني انا قدام شركتي دلوقتي؟ ايه ده، يعني انا خلاص اللعبه. الو انا كنت متفق مع الراجل ان انا هبلغ عنهم وما بلغتش عنهم. انا من غير ما اصلا ما بلغتش عليهم، فالشركه حبيتني اكتر وهيساعدوني وهاخد فلوس عادي وكل حاجه، يعني انا فلت. وده واحد بيقول لي بقى ولا ايه ده؟ اوكي لا واضح ان انا لسه بساعد الحكومه برضو. اوكي اوكي انا دلوقتي متراقب كمان، يعني انا كمان متراقب. لحظه انا لسه ما خلصتش اللعبه، يوم الاحد 8 اكتوبر، هو ايه اللي بيحصل؟ السلام عليكم، انت ما بتتكلمش معايا ليه؟ ايه ده في ايه؟ ما بتتكلمش معايا ليه؟ يا اول مره ما بتتكلمش معايا. ايه ده الواد اهو والبيت. لحظه هو كله رجع الشغل ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت بيته منظره؟ هي اوه دي كريدتس اللعبة. اوكي اللعبة خلصت خلاص. اوكي دي البنت اللي كنا بننافسها في الاول، ودي البنت اللي بعدها باين. اوكي يعني انا دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ خلاص كده خلاص كده،
انا كده بقى اقدر العب انليميتد لان الموضوع البتاع خلصت، اللعبه خلصت. فخلاص خلاص خلصنا اللعبه يا جماعه. والله كانت لطيفه طبعا، ما فهمناش ولا حاجه، ولا حد فينا فهم اي حاجه، انا عارف ده، صدقوني انا عارف ده، بس كانت لعبه لطيفه، انا انبسطت بيها جدا جدا جدا، اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا بيها. وانا قلت اخلصها لكم عشان في ناس كانت عاجباهم، انا عارف ان ما كانتش عاجبه الكل، ولكن انتوا عارفين انا ما بهتمش بالمشاهدات قوي، على قد ما انا بهتم ان انا العب حاجه بحبها وفي ناس بتتفرج عليها مبسوطه. فخلاص اعتقد خلصنا اللعبه دي، كانت انفيزبل هاند. يعني خلصت الموضوع، خليني امسك الكاميرا عليا. خلصت الموضوع ان انا اتقفشت وانا بغش باخر حبه، وعشان ده حصل الحكومه مسكتني وقالت لي يا تتعاون معانا يا هتتسجن. رحت عشان المفروض ان هم هيسجنوني من غير ما اقصد، جاوبت او من غير ما اقصد، انا كنت مش فاهم الاجابه الاخيره عباره عن ايه، بس هي كده يعني انا فاهمها، بس مش عارف لو اخترتها يحصل ايه. اخترتها فالمحاميه او الكونسل اللي الشركه جايبها لي هي اللي اتكلمت، مع انهم قالوا ان هي مش هتساعدك، بس هي اللي اتكلمت وساعدتني وما اتسجنتش، وفي نفس الوقت ما بلغتش عن الشركه. فانا كملت شغل في الشركه، والشركه ادتني فلوسي عادي، وطلعت مش خسران. بس دلوقتي انا متراقب من الحكومه، والحكومه بتقول لي انت لازم تساعدنا برضو. حاجات غريبه. عموما فيديو النهارده خلص خلاص، فاتمنى يكون عجبكم، والسلسله كانت لطيفه. مش عارف هيكون في سلسله بعدها ولا لا، هبقى اشوف بقى ان شاء الله، بس غالبا لا، هنشوف يعني. ماشي، بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وعجبكم يا ريت تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، وتشتركوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. لاف يو اول. سلام، استويا، باي باي.